اهلا بحضراتكم. وسط ما يثار حول نتائج المسحه الاخيره لنجم منتخب مصر طبعا محمد صلاح، يمكن كشف مسؤولي منتخب مصر حقيقه ما تردد في احدى الصحف الكاميرونيه، يعني انه محمد صلاح يعني طلعت مسحته ايجابيه. وطبعا الناس قلت جدا قبل مباراه الخميس ان شاء الله في نص النهائي. خلينا نقول لحضراتكم انه حالا يعني جات نتيجه المسحه الرسميه اللي خضع لها كل لاعب المنتخب، منتخبنا منتخب مصر، وعلى راسهم محمد صلاح نجم الفريق واعضاء الجهاز الفني. بمعرفه الاتحاد الافريقي لكره القدم طبعا الكاف سلبيه، جات سلبيه لكل اللعيبه. يمكن الساعات الاخيره انباء ايجابيه مسحه محمد صلاح زي ما قلت خلى الجميع يعني يتوتر، لكن مسؤولين البعثة المصرية أكدوا إنه البعثة يعني ما كانتش أجرت المسحة بشكل رسمي. طيب خلينا نسترسل شوية في الموضوع ده. المسؤولين كمان في المنتخب طمنوا للجماهير المصرية إنه البعثة طول الوقت بتحافظ على الإجراءات الطبية، وإنه محمد صلاح بخير وفي متابعة دايمة مع يعني مسؤولي المساحات في الكاف، ومفيش أي صحة للأخبار اللي ترددت عن إيجابية مسحة صلاح مطلقا. طيب يعني دي أخبار كويسة ومطمئنة جدا الحقيقة، لأنه يعني الأجواء متوترة شوية الماتش الخميس، لكن إن شاء الله يكون منتخبنا موفق. خلينا كمان نقول إنه مصدر مسؤول في بعثة منتخب مصر في الكاميرون كمان اتكلم عن تفاصيل الأزمة يمكن اللي كلنا تابعناها اللي حدثت بعد لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويمكن ده اللي وضحه اللواء حلمي المشهور وهو رئيس البعثة، أيضا وائل جمعة مدير المنتخب لمسؤولين الكاف واللجنة المنظمة خلال التحقيق. مصدر بيقول إنه الأزمة بدأت في الممر اللي بيؤدي لغرفة أوضة اللبس زي ما بنقول، عرقل أحد لعيبة المنتخب المغربي أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر. يمكن فتوح وقع على الأرض في يعني وقت ما حدثت الأزمة، حصل شد تقريبا بين الطرفين أو حصل مناوشات يعني بين الطرفين. يمكن مسؤولين منتخب مصر قدموا دليل براءة محمود جاد الحارس الرابع للفراعنة في بطولة أفريقيا، قد حصلت اتهامات بالاعتداء على رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد الماتش برضو، ويعني تم تقديم يعني دلالة البراءة زي ما بنقول كده. برضو مسؤولين في منتخب مصر وفي اللجنة المنظمة للبطولة تحديدا انه الحارس قالوا ان الحارس محمود جاد تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات بعد المباراة، يعني لم يتواجد من الاساس في المنطقة اللي حصل فيها المناوشات بين لعبت الفريقين واللي يمكن أخذت أكبر من حجمها في وسائل الإعلام المختلفة. برضو على الصعيد الآخر خلينا نقول إنه محمد صلاح يعني قال إنه اللعيبة لن يحلموا بخوض نهائي بطولة أفريقيا قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي المسابقة يوم الخميس. ويمكن البي بي سي البريطانية نشرت تصريحات لمحمد صلاح وهو بيقول فيها إنه يعني لا نستطيع التفكير كثيرا فيما أبعد من مباراة الكاميرون، وغير مقبول كمان أو غير مسموح التفكير في مباراة النهائي. لو هنتكلم عن ماتش المغرب طبعا دور ربع نهائي واللي انتهت بفوز الفراعنه المصريين بهدفين مقابل هدف، صلاح يمكن قال انه خضنا مباراه جيده امام المغرب، يعني حققنا معادله الاداء الجيد والفوز في نفس التوقيت، ولا يمكننا الاستهانه بخوض اشواط اضافيه في مباراتين متتاليتين الا ان اللاعبين في حاله بدنيه جيده، ويعني برايه انه بنسير بشكل مميز وجيد في البطوله. جدير بالذكر كمان انه مواجهه المغرب في البطوله تعني اقتراب الفراعنه من المباراه النهائيه، يعني تشير الارقام الى انه اخر اربع مواجهات بين المنتخبين المصري والمغربي نجح الفراعنه في الوصول للمباراه النهائيه بغض النظر عن نتيجه المباراه، لكن الفراعنه يعني هيتواجدوا في الدور نصف النهائي من افريقيا للمره ال 16 في تاريخهم. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني منتخب مصر، ان شاء الله يكون حالفنا الفوز باذن الله، ونسمع اخبار حلوه زي ما سمعنا يوم الاحد. شكرا لمتابعه حضراتكم، وده خبر مهم جدا، خبر يعني مطمئن انه سلبيه المسحه جت لكل فريق بعثه المنتخب. شكرا لمتابعه حضراتكم والى اللقاء.